السلام عليكم ورحمة الله طلبتنا الأعزاء. اليوم راح نشرح حسابات كيف نحسب الضغط ونحسب القوى في المنظومات الهيدروليكية. طبعا بشكل عام لازم نتعرض إلى مجموعة من القوانين الأساسية واللي راح نعتمد عليها واللي مات لها هي أمامكم. مثل الضغط يساوي القوة على المساحة مثل ما تشوفون قدامكم. سرعة الاسطوانة سلندر سبيد، سرعة الاسطوانة لو نجي نشوف انه القانون منطينا انه انلت فلو ريت اللي هو التصريف الداخل على سلندر اريا اللي مساحة السلندر. زين هذا مين اجى القانون؟ خلينا نجي نشوف الانلت فلو اللي هو الكيو على السلندر اريا مساحة السلندر او الاسطوانة. زين الانلت فلو لو نجي نفصله مين جاي؟ مثل ما تعرفون الفلو شو يساوي؟ يساوي المساحة زين في سرعة السائل. زين هذا الانلت فلو. زين بالنسبة الى مساحة الاسطوانة هي ايضا نفس الشيء، هم مساحة، فالمساحة راح تختصر ويا المساحة يبقانا شنو؟ السرعة. فهاي الفكرة من انه سرعة الاسطوانة تساوي التصريف الداخل على مساحة السلندر. زين نجي بالنسبة الى سلندر اوتبوت باور. بالنسبة للباور، الباور هي القدرة، والقدرة مثل ما تعرفون هي الشغل على الزمن. الشغل يعني هسه هاي الفورس في سبيد لو نضربها القوة في السبيد هو عبارة عن شنو؟ عن ازاحة على زمن، صح؟ زين فهنا القوة في الإزاحة هي شنو؟ عبارة عن شغل work. الزمن الشغل على الزمن يساوي القدرة. فهنا نقدر شنو نقول؟ لو نجي هسه نشوف ناخذ هذا المقدار اللي هو المسافة على السرعة، المسافة على الزمن هو سرعة speed. فأني أقدر أقول مكان ما أقول القوة في الإزاحة على الزمن أقول القوة في السرعة تساوي القدرة. زين مثل ما احنا مفصل. زين هذا بالنسبة للقوانين. نجي بعض المنظومات الهيدروليكية عفوا يكون السائل متصل مع بعضه. شوف هسه هذا السائل باللون الأحمر متصل مع بعضه بدون أي حاجز. بهالحالة حسابات تختلف عما لو كان السائل مثلا اكو هنا خلينا نقول مكبس، يعني او مكبس يعزل هذا السائل عن هذا السائل، الحسابات راح تفرق. فنجي خلينا ناخذ اول حاله، الحاله الاولى اللي هي تساوي القوى. تساوي القوى شو وقت تصير؟ يكون من اني عندي نفس القوه زين لكن مؤثره على مساحات مختلفه. فهنا عندي الضغط راح يختلف، يعني مثلا عندكم هاي القوه قوه اف نفس هاي القوه لكن المساحه اي 1 تختلف عن المساحه اي 2. زين فحسب ما نشوفه هسه من الشكل القوة ثابتة لكن الضغط راح يختلف. ليش؟ لأن الضغط الأول ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الإف، هي الإف نفسها على أي 1. الضغط الثاني راح يساوي لي إف على أي 2. زين الأي 2 أكبر من الأي 1، الأي 2 أكبر من الأي 1، تأثيرها عكسي على الضغط. إذا البي 2 هو أكبر من البي 1، صحيح؟ زين فهنا راح يصير عندي القوة متساوية لكن الضغوط مختلفة اعتمادا على شنو؟ على المساحات. فيقول الشكل المجاور يوضح ان القوة يمكن ان تولد ضغوطا مختلفة. انتبه هنا اعتمادا على شنو؟ على المساحة، هي راح تحدد لي الضغط. زين طبعا هنا بعطيكم الاف 1 بهالحالة اف 1 تساوي اف 2، فمن اجي اكتبها اف 1 تساوي F2، والF1 هي شنو؟ عبارة عن P1 في A1، الF2 هي عبارة عن P2 في A2. فالتناسب يكون بين الP والA هو تناسب عكسي لأنه القوة ثابتة. فإذا صعد أحد الضغط لازم، إذا صعدت المساحة الضغط راح يقل، وإذا قلت المساحة الضغط راح يزداد. زين بالنسبة إلى تساوي القوى خلينا ناخذ المثال. يقول ما الضغط المتولد من قوة مقدارها 10 كيلو نيوتن على مساحة نصف متر مربع
وما الضغط المتولد إذا زيدت المساحة إلى 5 متر مربع؟ فهنا سؤال بسيط، عندنا 10 نيوتن هاي ثابتة، قوة ثابتة، لكن عندنا مرة المساحة مطنيها 0.5 متر مربع ومرة مطنيها 5 متر مربع. زين، هنا بيجي حالة أنا إيش راح أسوي؟ بيجي حالة راح عفوا بس خلينا نشوف، بيجي حالة راح أطلع الضغط الأول اللي هو P و M يساوي F على A، الـ F 10 كيلو نيوتن، الـ A 10 فيصير 20 كيلو نيوتن على المتر المربع، طبعاً هنا مو ضروري أحول الكيلو نيوتن، ما عندي تضارب بالوحدة. زين، نجي نشوف الـ F1 يساوي F2، هو اللي يقول لي 10 ما نغيرها، اللي تغير هي المساحة، فـ P1 A1 تساوي P2 A2. الـ P1 معروفة هياته، والـ A1 أيضا معروفة اللي هي هاي. زين، الـ P2 احنا نريدها والـ A2 هي هاي. هاي طريقة، الطريقة الثانية لا، تقول لي هي نفس العشرة، 10 كيلو نيوتن قوة F تساوي P A. زين، العشرة شو تساوي؟ الـ P أنا ما أعرفها، والـ A هي 5، يعني في 5، فهنا الـ P شو راح تساوي؟ راح تساوي لي 10 على 5 ويساوي 2 كيلو نيوتن على متر مربع. إذا تلاحظون هنا بالنسبة للقيمة، شوفوا ضاعفة المساحة، زيدت المساحة 10 أضعاف، الضغط قل بمقدار 10 مرات. زين، نجي على فقرة اسمها أيضا هاي حكي عام، لكن من نجي ندخل المنظومة الهيدروليكية شنو راح نستفاد من تساوي القوى؟ بعض الأحيان تشوفون اكو عندي مكبس هنا، هذا المكبس خلينا نسميه رقم 1، وهذا مكبس رقم 2، ذني المكبسين متصلات مع بعض لكن تختلف بمساحته. زين، أنا عندي هنا شنو راح يصير؟ راح يصير عندي منا، طبعا خلينا نفترض منا اكو ان ومنا اوت. زين، وحتى لو عكسها ما المبدا واحد. زين، هنا راح يدخل زيت، راح يدخل بضغط معين، صحيح؟ اذا ضغط عندي هذا الضغط على هاي المساحه راح يولد لي قوه. اذا هنا القوه الاف 1، هاي الاف 1، الاف 1 شو تساوي لي؟ تساوي لي الضغط الاول، الضغط الاول في المساحه الاولى هاي الاف 1. زين، هذا الضغط هسه برايكم ينتقل عبر هذا الجزء؟ هذا الجزء صلب، الاجسام الصلبه لا تنقل ضغوط وانما تنقل قوى، بعكس الاجسام السائله والاجسام الغازيه اللي هي تنقل ضغوط ولا تنقل قوى. فهنا ايش راح يصير؟ عندي الاف 1 تساوي بي بي 1 اي 1، هاي المهم عاد رقم 1. زين، هسه من اريد اعرف هنا البي 2 ايش قد؟ هاي ايش قد؟ هاي ما اعرفها، فشلون اعرفها؟ عندي المعلوم شنو؟ انه عندي جسم صلب وعندي قوه اف 1، هاي القوه اف 1 راح تساوي القوه اف 2، راح تنتقل نفسها. فنقول اف 1، بما انه اف 1 يساوي اف 2، من ايش راح نحصل؟ راح نقول انه اف 1 هي معلومة تساوي F1 تساوي P2 A2. زين، الـ A2 معروف عندي اللي هو الـ A2 هنا معروف، لكن بي فد نقطة مهمة بالنسبة لهذا الرسم هسه ما نحكي عليها. بالنسبة لهذا الرسم ما عندي مشكلة، يعطيني أي القطر نقدر نطلع المساحة فنقدر نعرف الضغط. لاحظوا استخدمنا F1 مكان F2 لأنه متساويات. زين، بالحالة الثانية هذا الرسم هنا عندي نفس الحالة، هم نقول F1 لأنه عندي جسم صلب ينتقل قوة عن طريقة F1 تساوي F2. هنا الفكرة وين؟ الفكرة أنه نقول F1 تساوي P2 A2. هنا الـ A2 لازم أنتبه لها، الـ A2 هي A1، هاي A1 كلها ناقصا A نسميها AR اللي هي A رويد اللي هي مساحة الذراع، عندي ذراع هنا
لانه التاثير ما راح يكون، راح يكون فقط على المكبس من هذه الجوانب، الذراع مستثنى من هذا الشيء، فلازم اطرحه. فمثل ما تشوفون طلابنا الاعزاء هسه مثلا هذا مقطع خلينا نقول امامي لهذا الشيفت، هذا الذراع وهذا المكبس، فتشوفون هاي المساحه غير متاثره بالقوه، فلا يجب ان تطرح، فتبقى عندي شنو اي ون ناقص هاي، تصير عندي هاي المساحه هي مساحه تاثير القوه. زين، بعد ما اخذنا هذا المقدمه راح نجي نحل في السؤال، او قبل ما نحل السؤال خلنا ناخذ انه حاله تساوي الضغوط. هنا اخذنا حاله تساوي القوى، هنا حاله تساوي الضغوط اللي هي شنو، اللي هي عندي ان السائل ما لا يوجد شيء صلب يفصله عن بعض مثل المكبس او غيره. تشوفون انتم هذا كل سائل واحد، طبعا هذا هو يبين لك حركه هذا عندما يصل الى هذه النقطه، يعني ما عندنا شيء هنا، هذا كل سائل متصل مع بعض. فالسوائل لا تنقل قوى، تنقل ضغوط، اذا الضغوط هي المتساويه وليست القوى. اذا هنا من عندي قوه نفترضها اف 1 راح تاثر لي بهذا الاتجاه، هاي الاف 1 على مساحه هذا المكبس، فحتولد لي ضغط، الضغط اللي هو خلينا نرمز له بي 1 راح يساوي لي شنو، راح يساوي لي اف 1 على اي 1. زين، الضغط اللي راح يصير، طبعا هذا البي 1 هو الضغط راح يتولد هنا بهذا السائل كله، هذا الضغط. زين، الضغط هنا اللي هو راح يكون نفسه، فالبي 2 ايضا راح يساوي لي هنا البي 1 ويساوي اف 2 على اي 2. فهنا لو تلاحظون صار عندي البي 1 يساوي البي 2، يعني لو اجي اشيل البي 1 اخلي مكانها ما يساويها اللي هو هذا، هذا المقدار اجي اجيبه هنا، راح يصير اف 1 على اي 1 يساوي اف 2 على اي 2 في هذه الحاله، في حاله شنو؟ انه السائل متصل مع بعضه بدون حاجز. فهنا انا اقدر استنتج بان الضغط هو ثابت واقدر استخرج اي مجهول عندي. زين، بس هنا حيصير عندي نقطه، طبعا هاي هذا ليش يصير بهالشكل هذا؟ لانه عندي اني القوه، يعني هنا من هذا المكبس يتاثر عليه قوه، راح يتحرك ازاحه معينه، هم اشير لك على هاي الازاحه، هاي اس 1، هاي نقطه ثانيه طبعا دا اشرحها. وهنا هذا المكبس راح يندفع بازاحه مقدارها اس 2، طبعا اف 1 في اس 1 القوه في الازاحه شنو؟ شغل، والشغل طاقه، اذا اني انجزت شغل اي اكسبت هذا الماء طاقه. زين، هاي الطاقه راح تنتقل بمقدار نفس المقدار بدون فواقد، اذا يعني اخذنا بنظر الاعتبار انه الفواقد معدومه، فنفس الطاقه راح توصل هنا. فاذا اف 1 اس 1 راح تساوي لي اف 2 اس 2، والاف 1 اس 1 شنو هو؟ طاقه او شغل اول، وهذا ايضا يساوي الشغل الثاني. زين، شغله اخرى عندي بالنسبه بالنسبه الى الحجم، حجم السائل اللي راح ينطلق من هاي النقطه وراح يندفع بهالاتجاه، طبعا يصعد بهالاتجاه، هذا حجم السائل هو واحد، اذا هنا ايش راح يصير عندي؟ السائل راح يتحرك لها، طبعا هاي الانابيب، هذا الانبوب قطره يختلف عن هذا الانبوب، تلاحظون اكو اختلاف بالاقطار، لكن ايش راح يصير؟ الحجم ثابت، الكيو اللي هو التصريف او خلينا نسميه الفي. زين، الفي الحجم عفوا 1 هو نفس الفي 2، يعني مقدار السائل اللي راح يتحرك هنا هو نفس مقدار السائل اللي راح شنو يندفع له على هنا. زين، بعد ما عرفنا انه الفي 1 يساوي الفي 2 ايش راح نسوي؟ راح نشوف في 1 ايش راح يساوي؟ الحجم الاسطوانه ايش يساوي؟ المساحه في مساحه هذا مساحه الاسطوانه الاولى في الازاحه اس 1، هاي الازاحه يطلع لي حجم الاسطوانه، ويساوي لانه عندنا قلنا الفي 1 يساوي في 2 مساحه الاسطوانه الثانيه في اس 2. من هذا شو استنتج؟ انه يعني صحيح راح احصل ربما زياده بالقوه، يعني من اسلط هنا قوه
قوة معينة، قلنا الضغط ثابت، فهنا كل ما يكبر الضغط ثابت، كل ما يكبر المكبس، قطر المكبس أو مساحة المكبس، كل ما القوة راح تزيد اللي راح اسندها. إذا راح أحصل زيادة بالقوة، لكن على حساب شنو؟ على حساب الإزاحة. وهذا مبدأ هو حفظ الطاقة، أنه أنت من تولي الطاقة هنا مقدارها F1 في S1، ما يصير هنا الطاقة تصير أكثر أو أقل، هي نفسها F2 في S2. فأنت قد ما الـ F1 تزيد هنا، الـ F2 إذا زادت مثل ما هو هنا الحال، راح الـ S2 يقل. فعلا هو هنا الارتفاع الـ S2 غير الارتفاع غير المسافة S1. زين، اذا من هذا الملخص ايش راح نستنتج؟ من هذا الملخص راح نستنتج انه بالنسبه لحاله تساوي الضغوط راح يصير عندنا الملخص هو كالاتي: البي 1 تساوي البي 2. هذا اول حاله. نعوض عن البي 1 بالاف 1 على اي 1 تساوي اف 2 على اي 2. زين، الحجم نفسه اللي يتحرك F1 يساوي F2. إذا أي A1 المساحة الأولى في عفوا في الإزاحة الأولى تساوي المساحة الثانية في الإزاحة الثانية. وأقدر أستنتج أيضا الشغل المنجز F1 S1 يساوي لي F2 S2. فأنت أي شيء مجهول عندك بالنسبة لتساوي الضغوط هو هذا المبدأ مالته: القوة الضغوط متساوية، هاي اول حاله، ضغوط متساويه وما يتعلق بها تقدر هاي المعادله تتعلق بها، والحجوم متساويه وهاي المعادله متعلقه بها، والشغل متساوي. اذا ثلاث حالات عندي. زين، هسه هذا في المثال هو ايضا في المثال منطقي، يقول في الشكل المجاور افرض ان وزن السياره يساوي 20000 نيوتن، مساحه المكبس منطقي اياها 3 متر مربع، وأقصى قوة ممكن تسليطها هي 1250 نيوتن. يقول احسب قطر المكبس اليدوي، هذا المكبس اليدوي يريد قطر هل كافي لرفع هذه السيارة، ثم احسب الارتفاع الممكن رفع السيارة له إذا علمت أن طول شوط المكبس 10 سنتيمتر. يعني هاي صار عندي هنا، إذا أريد أسويها الـ F1 المعطيات F1 يساوي 1250، طبعا الوحدات لا تنسوها نيوتن، عندي الـ A1 مجهولة هو يريدها، وعندي الـ S1 هو مطيني إياها 10 سنتيمتر، يعني سنحولها بعدين المتر هذا. زين، بعد شنو عندي أكمل هنا فوق؟ مطيني الـ F2 اللي هي 20000 نيوتن، ومنطيني الـ A2 مساحة المكبس اللي يرفع السيارة، هذا أقصد عليه، هذا حيكون 3 متر مربع، طبعا هنا لازم احولها هاي سنتيمتر. زين، وعندي الاس 2 هو يريدها، تلاحظون شلون؟ فهسه اجي بكل بساطه نجي على مطلب، المطلب الاول هو يريد الاي 1، فش اقول؟ اقول بما انه السائل متصل، اذا البي 1 يساوي للبي 2، هذا اول شيء، بي 1 يساوي بي 2، اذا اف 1 على اي 1 تساوي اف 2 على A2. من عندها اجي اعوض ال F1 ايش قد؟ 1250، هو قال لي هاي اقصى قوة انا اقدر اسلطها على ال A1 اللي انا اريدها، هو طبعا ما يريد A1، يريد القطر، لكن نطلع A1 بعدين نستخرج القطر، يساوي F2 20000 نيوتن على 3 متر مربع. فهسه نسوي طرفين بوسطين، يصير عندي ال A1 تساوي 1250 في 3 على 20000، يطلع فد رقم معين. زين، هسه نجي بالنسبة يريد الشغلة الثانية، ها ورا ما طلعنا الـ A1، A1 شو يساوي؟ يريد القطر هو، فباي دي تربيع على 4، ومن عندها الديش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 4 A1 على طرفين بوسطين على باي، لكن شنو؟ الكل تحت الجذر. بهالطريقة راح أقدر أستخرج أول مطلب، هذا اللي هو يريد هذا الـ A1. زين، هسه الـ S2 شو نطلعها؟ عندنا أيضا معادلة هنا راح أكملها. شو تقول؟ تقول V1 تساوي V2 لأن السائل متصل، V1
فأي one S1 تساوي A2 S2. الأي عندنا موجودة زين، الS1 عندنا موجودة بس نحولها إلى متر قسمها على 100، الأي2 موجودة يطلع لنا بس هذا اللي راح من خلاله نقول S2 راح يساوي أي نقول S2 تساوي A1 S1 على A2 وراح يطلع لنا هنا رقم. طبعا هذا الحال كله لازم نتاكد ان الوحدات غير متضاربه، يعني ما عندي مساحه مثلا سنتيمتر ومتر او هنا عندي سنتيمتر لازم احوله يعني حتى يطلع الناتج الصحيح. فهذا بكل بساطه الحال مال هذا السؤال. نجي على طبعا هذا الحال هو مالته اول مبادئ انه P1 يساوي P2، هذا مبدا اللي راح نعتمده. F1 على F A1 يساوي F2 على A2، نطلع هنا معادله. وبعدين الاي شنو بالقطر فتحت الجذر طلع القطر. بعدين هذا المطلب الاول انتهى هنا. المطلب الثاني هذا المطلب الاول. المطلب الثاني شي يريد الاس هاي فاي 1 هاي اي 1 في اس 1 يساوي اي 2 في اس 2. الاس 2 مجهوله ذني كلها معلومات نقدر نطلع النتيجه. زين بس الآن نشرح ما يسمى حسابات الجريان. حسابات الجريان هو المقصود به الفلو ريت أو التصريف الكيو. طبعا الكيو ببساطة هو مقدار ما تزوده المضخة أو ما تنتجه المضخة أو ما تصرفه المضخة من حجم سائل خلال وحدة الزمن، خلال الثانية الدقيقة الساعة. زين فعندنا تصريف نظري اللي هو يعني تصميم احنا نسميه يسموه كيو ثيوريتيكال اختصاره هاي كيو تي اتش، اللي عباره عن الدي بي. الدي بي اكو في المصطلح اسمه ازاحه المضخه. ازاحه المضخه هي كميه السائل حجم السائل المصرف خلال مو وحده الزمن ولكن خلال الدوره الواحده للمضخه. بالدوره الواحده هالقد، يعني اذا هي تدور كذا دوره بالدقيقه زين، فعندي انا مثلا الدي بي. هذا الدي بي، الدي بي هو شنو؟ حجم مثلا لتر بالريفولوشن اللي بالدوره، في عدد الدورات اللي هو شنو؟ دوره ريفولوشن بير مينت مثلا او سكند او ايا كان. وهنا خلينا نخليها خط كسر حتى تصير واضحه. ايش راح يصير؟ راح يصير اخر شيء لتر بالدقيقه، وهذا انا اريده. زين هذا النظري. الفعلي راح يكون دائما اقل، فراح ينضرب بفاكتور يسمى الكفاءة الحجمية. زين الكفاءة الحجمية دائما تكون اقل من واحد او اقل من 100%، يعني شنو؟ يعني صفر بوينت فد رقم. زين 90 80 85 حسب اللي يعطيك اياه بالسؤال. هذا يسموه الكفاءة الحجمية. زين اذا الكفاءة التصريف الفعلي هو التصريف النظري هذا زين في الكفاءة الحجمية. زين نجي معادلة الاستمرارية كنتم ماخذيها ميكانيك الموائع. معادلة الاستمرارية هي عبارة عن يقول لك انت من عندك انبوب مثلا، هذا انبوب مقطع مختلف، يعني هذا هسه انبوب هنا شوية يتوسع الانبوب يصير اكبر، فهنا الحجم التصريف ثابت، يعني هنا كمية السائل راح تنطي هنا Q1 نفسها كمية السائل راح تنطي هنا، طبعا بغض النظر عن الفواقد، يعني اذا ماكو فواقد. زين فهنا ايش راح يصير عندي؟ ال Q هو شو يساوي؟ Q تساوي A في V او A في نيو، هاي الرمز. ال A شنو؟ مساحة المقطع العرضي، هذا انبوب مساحة المقطع العرضي مالته. زين والنيو اللي هي السرعه. السرعه ليش السرعه؟ لانه هو التصريف شنو وحداته؟ وحداته مثلا خلينا نقول متر مكعب، متر مكعب مثلا بالساعه فرضا. هنا هاي شنو وحدات الاي؟ متر مربع. وحدات النيو اللي هي السرعه متر بالساعه مثلا، فصار عندي متر مكعب بالساعه وهو المطلوب. فاذا الكيو شو يساوي؟ اي في بي. يعني الكيو ثابت، الاي تغير الفي لازم شو يصير بي؟ اذا الاي زاد الفي اللي عفوا النيو لازم يقل، السرعه تقل. واذا المساحه قلت
السرعه لازم تزيد على مود يبقى مقدار الكيو ثابت، وهي يسموها معادله الاستمراريه، يعني استمر الجريان بغض النظر عن مساحه المقطع العرضي، لكن تتغير سرعه السائل اثناء الانبوب. زين، هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح ناخذ فالسؤال بسيط، هو محلول بس نمر عليه مرور سريع. يقول جد قطر الانبوب القطر يريد المناسب لجريان سائل بسرعه هرجل، هاي معطينا سرعه السائل اللي هي شنو؟ نيو، وبمعدل جريان مقداره هلقد معطيني اياه شنو؟ الكيو. ثم جد السرعه اذا تضاعفت مساحه، يعني هذا 1 وهذا 1 وهذا دي 1 اللي هو مجهول، ثم جد سرعه السائل يريد نيو 2 اذا تضاعفت مساحه المقطع العرضي للانبوب اللي هي شنو؟ الاي 2، ولا تساوي، هو شو يقول لي؟ ضعف، يعني الاي 2 يساوي ضعف، عفوا نكتبها بهاي الطريقه، هاي الاي 2 تساوي ضعف اي 1. فهو شو مسوي؟ يقول كيو تساوي اي في في، اي في نيو. زين، الاي عندي الكيو عندي ايش قد معطيني اياه؟ معطيني اياه 4 لتر بالدقيقه. زين، يعني هنا عندي متر بالثانيه، فاحول لتر بالدقيقه الى متر بالثانيه، هذا طبعا خوش مثال لتحويل الوحدات. فنجي نكتب 4.21 لتر بالدقيقة في، أنا شو أريد أحول؟ أريد أحول لتر وأريد أحول الدقيقة. فلتر بالبسط وين أخليها؟ بالمقام، والمتر مكعب أخليها عكسها، فأقول 1 متر مكعب يساوي 1000 لتر، هاي واحد. الدقيقة بالمقام أخليها وين؟ بالبسط، هاي متختصر إحنا سبق وين قلنا، والثانية أخليها بالعكس، فأقول 1 دقيقة 60 ثانية. فناس راح يصير عندي المينت راح تختصر ويا المينت، واللتر راح يختصر ويا اللتر. زين، راح يبقى عندي شنو؟ راح يبقى عندي طبعا هنا هو رأسا هذا الكيو، هذا المقدار كله التحويل مال كيو 1. زين، الأي هاي هي الأي، الأي يا هي المساحة، احنا مو قلنا كيو تساوي اي في نيو، فهاي الاي وهاي شنو؟ هاي النيو اللي هي شنو؟ سرعة، يعني هاي اي 1 وهاي النيو 1 معطينيها جاهزة، لكن الاي مجهولة اي 1. زين، فالكيو حولناه هنا تحول، اخر شيء طلعنا المساحة، هو ما يريد المساحة، شو يريد؟ يريد القطر، فمن المساحة اقدر استخرج القطر. زين، نجي على الشق الثاني، يقول وما يقول جد سرعة السائل إذا تضاعفت مساحة المقطع العرضي للأنبوب، يعني شو أقول؟ أقول نيو أي 2 تساوي كيو 2 اللي هي شو تساوي هنا؟ كيو 2 شو تساوي لي؟ تساوي كيو 1، لأنه قلنا إحنا الكيو 2 هاي معادلة الاستمرارية، هاي اللي حكينا عليها، كيو تساوي يعني أي 1 في 1 أي 1 نيو 1 هاي كيو 1، أي 2 كيو 2 هاي كيو 2. زين، فمساويات. زين، فهنا كيو 2، كيو 2 اعرفها، نعم اعرفها، ليش؟ لانه هي نفس الكيو 1، هاي اعوض عنها بهذا المقدار. زين، بعدين شنو عندي مجهول راح يصير؟ طبعا الكيو تساوي اي في نيو. زين، النيو شو تساوي؟ تساوي كيو على اي، هذا الكيو نفسه هذا المقدار، والاي يا اي اخذ؟ هذا الاي، هذا مو اي 1 تضاعف، فتضربته باثنين. زين، اذا تضاعفت مساحه المقطع العرضي للانبوب فاضربه باثنين. صارت شوي هوسه هنا. زين، لو تلاحظون هاي هذا المقدار تشوفوه هذا اي 1، هذا اي 1 نفسه هذا اي 1 نزلناه، بس ضاعفناه ضربناه باثنين طلع عندي النتيجه اللي هي شنو؟ السرعه الثانيه. سؤال بسيط بس يفضل انه تحلوه وحدكم. مع جزيل الشكر.